أهلين، طبعا الحين الناس كلها تتجهز وأنا متجهزة من العصر أصلا، ومن كثر الطفش وجاني نوم، مرة جاني نوم، مرة أبي أنام. كيف العيد معك؟ لسه ما عيدت أنا، كل أهلي عيدوا إلا أنا باقي. تخيل إني تكشخت وجالسة الحين وفاتحة بث. أما تو يبدأ عيدكم؟ لا، إحنا عيدنا يبدأ من الصباح، ترى من الساعة 5 الفجر، 6 الفجر يبدأ عيدنا. المهم بعدين يبدأ، بعدين يخلص. المهم بعدين يخلص كذا، متى؟ 10 الصباح، 9 الصباح، ما أدري عنها. أنا بعدين نرجع، بعدين تجيهم غيبوبة هذه، وبعدين ما يقومون إلا بعد العصر، وبعدين نرجع نتكشخ مرة ثانية ونعيد مرة ثانية. وهذا هو عيدنا يعني، ترى على الفكرة. بس أنا يعني ما عيدت معهم الصباح اليوم. بموت، أحس أول مرة أفتح بث وأنا كذا يعني مرتبة، صح؟ اخر شيء توقعته يعقل، بس لاني يعني كذا حسيت اني انا شكلي اوكي. الروج طاير لفوق، شفايف اوفر. اول كنتي احلى، مالك دخل، وخلي الروج. حلو انك متحمسه تشرحين عيدكم لهم. من وين طوقك؟ والله ما ادري، من موقع طلبته. ريان تقولني لي صوتي خايس، ورينا فستانك. ما فستاني من هنا يربط، بس انا ما حبيت اربطه، هذا هو عادي لين الركبة يعني، طوله كويس. كم طن حط مكياج؟ انت اسمك محمد اول شيء، الشيء الثاني كم طن؟ وش كم طن؟ وش اللي كم طن؟ ترى كلها بقول لكم الميك اب حقي كيف سويت ميك اب. حطيت انا كونسيلر، وروبي اختي عبت شوي حواجبي، وحطيت ماسكارا وكحل. اسمعي، جبت بنتي عيدية ولا اطلقها عليك؟ لا جبت لها، بس اطلعي انت وياها. المهم، وخليت فلوة تحط لي بلاشر، لان انا ما اعرف احط بلاشر. وحددت شفايفي تحديد ابو كلب، دايما ما اعرف احدد شفايفي. حطيت عادي بعدها جلوس، حطيت يعني مرة طالع حلوة. شوف كران، تخيلوا والله ما صورت ولا صورة حلوة، وش أسوي؟ ولا صورة صورتها حلوة، كيف أنزل لكم بوست؟ صح، ما قلت لكم كل عام وأنتم بخير. توي أستوعب، إيه كل عام وأنتم بخير، معلش توي أنا أستوعب إن عايدكم. اخي جمال جمال، صدقين مغرمة بحواجبك حبيبتي، ترى حاطة مكياج خفيف، ايش دعوة؟ اي عادي يعني، ما تفرق خفيف ثقيل يعني، وجهي هو نفسه ما تغير يعني اساسا، ما في. استغفر الله، خلاص احنا عيد، ما نبغى مشاكل. انتي مرة كيوت، شكرا. كل عام وانت بخير، اللي بحياتنا انت بخير يا روح. ايش فيكم تمدحوني؟ ستايل سلمى؟ ايوه بشوفها، بس انت بتجين وراي. روز انا فاتحه بث، تراني انا فاتحه بث الحين. سليمه بنات، تراني فاتحه بث. ايوه اوكي. ما ما شاء الله شعرها، ما شاء الله شعرها، ما شاء الله. يلا ذاكر الباب، وانت صفك روابي، تسوي لي حركات مستفزة. بموت. شعر عاملتنا مرة حلو بنات، مرة طويل وحلو. سليمة، مو اسمها سليمة، اسمها سلمى. عدساتك من ويرناد ممكن؟ بسم الله عليك جميلة، ما شاء الله، فترة حلوين أكثر. شكرا، خلاص طولتي وانت صغيرة.
طولتي وانت صغير ولسه ما صغير. انا فاتحه بر. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كثير من ما شفناك من امس. مين انا؟ اجل كنت نايمه. طب انتم مش تبون يلا برا؟ لا ما تقعدين معي. وريني فستانك. لازم بعدين اذا بشوف اصور بوست وانزله لكم. شعرك يجنن من وين؟ وش شعري يجنن من وين؟ تخيلوا بقول لكم شعري توهقت فيه، ما ادري كيف بوريكم يعني. كنت ناوي اني افكه بس اوكي معلش والله معلش، برجع متكشخه بعد شوي. بس تخيلوا شو اسمه، انا مو قاصه الغره هذه، اطالع شكلي مو اوكي مع الطوق، واحس كذا الغره ما ادري ما حبيتها بس اوكي. المهم شوفوا شعري بالغره هذه. انا احس اني بحفظ هذا اللايف وانزله عندي كذا، احس اول مره اطلع شكلي مرتب. المهم فشوفوا لما احط الطوق احس مو حلو. انتم ايش رايكم؟ تحسون حلو وانا كذا يعني فاكه شعري ولا اربط شعري؟ لان ترى شفتوا انا قبل شوي كنت فاكه شعري، ترى بالبدايه كنت فاكتها وما ادري وش اسوي، يعني استشوار ما يضبط، وسويته ويفي ابو كلب للامانه، يعني ما سويته ويفي ويفي، وسويت الويفي الخرابيط عرفتوا اللي اهم شيء. اوكي مستشور بس مو مبين انه مرتب. عيد فكي ما له دخل عيد فكي حبيبتي. وحسيت مع القصة هذه كذا هي مفروض تكثر الشعر كذا وتعطي فوليوم للشعر، انا لا حسيت لا بالعكس حلو كذا. خلي ما ادري والله، انا احس ودي اربطه خلاص. استعراض وين استعراض؟ ما له داعي شعرك بدون احنا تكون والله شعري كذا يخرج. لا نلعب على بحد القصة هذه، لعبتي بشعري لعب. لا والله معليش، انا طالبة الطوق خصيصا للعيد، مرة احب الاطواق، ولا احب الاطواق الصغيرة والناعمة، لا احب الاطواق الكبيرة وتصير مرة ملفتة، عشان اذا لبست يعني لبس، يعني تخيلوا شفت العيد اللي راح ترى نفس الستايل حقي على فكرة، كنت لابسة فستان ابيض ولبست طوق اسود كبير، شوفوا منزلتها بوستر، والعيد نفس هذا الستايل كذا، نفس قصة الفستان، نفس طول الفستان بس لون ثاني، بس شايف فيه اختلافات، والطوق طلب طوق ثاني حلو بس وهو مرتب احلى، ما فهمت الطوق عملاق، بس انا احب الاطواق هذه، يعني حلو حلو لما تلبسينها على ملابس ناعمه تعطيك شكل مره حلو. المهم والله لو ما ضبط ولا بوست من اللي انا صورتهم بصيح، وبخلي الحين روز اختي تجي تصورني. كم عمرك؟ كم تتوقع كم على شكلي هذا؟ تعطوني عمر 12 مهود 16 عمري. شو اسم الموقع الطوق يجنن؟ خلاص خلص خلص، ايش فيكم انتم؟ خلص الطوق ماسك ماسكة الضحكة مرة. انت مركب برموش؟ لا حاطة ماسكرة، حتى اختي قبل شوي قالت لي انت مركب برموش. لا مين دخل؟ انتم اليوم عيد لكن احنا بكره، انتم وين؟ يجينا شكلك ما شاء الله. شكرا.
قلعة مرتبة وشعرك حلو. شكرا. كم عدد خواتك؟ ما شاء الله كثير. الأسلوب متغير يا رناد، مو متغير، نفس أسلوبي، بس لأن اليوم عيد فخلاص مليت، يعني حبيت شوي نكسر. أحسك مرة متنرفزة من الكومنتات. ترى الفكرة مو كل الكومنتات تطلع لي، يعني مو كل كومنتاتكم اللي أنتم تكتبونها تطلع لي. العيد ملل ليش؟ شعرك مرة مرتب. شكرا. انت يا ريناد لا احبك مرة، وانا بعد احبك كذاك ملعين من بثك. تمالح بصوتك شوي. ما اقدر، ما ادري انتم كيف يا اخي تتمالح. كيف اتمالح بصوتي؟ قصدك اني اغير صوتي، اتصنع بصوتي قصدك؟ احس ما ادري، ما اقدر. قصد شعرك تجنن مرة خايسة. لا حد يقول لي تجنن، انا خايسة، مو القصة اللي انا كنت ابغاها، بس اوكي يعني عادي حلوة. اسلوبك حلو. شكرا. الفستان من وين؟ من شيئان. فستاني من شيئان. مسوي فيلر؟ لا. انت متغيرة، كل شي فيك شوفيها تغير صوتك. ترى على فكرة انا ما راح ابقى طول عمري بيبي، على فكرة يعني أكيد راح أكبر. هذا يسيبوني طول عمري بزر. إيدك غير عن وجهك تماما، وانت ليش ناس تنظرين بيدي؟ مين دخل؟ أنا. إيش تقول سكرين التعليم؟ إيدك غير عن وجهك تماما. إيه طيب شو مشكلة؟ ما أدري. طب ليه ما يستخدم؟ أنت داخلة يعني تتهاوشين، أنت داخلة بقوة. هذه أختي الكبيرة. هنوف شكلها. مين؟ شارك انا طول، ترى كان اطول زياده بس انا قصيته والحين شوي لفته. نزلي صور الفستان بالستوري ان شاء الله. وين قصيت شعرك؟ بالبيت، بنت خالتي اللي قصتها لي. طول يجنن عليك. شكرا. طيب خلاص انا بقفل البث لاني ابي اخلي اختي الصغيره تصورني عشان انزل لكم بوست. ويلا اتمنى لكم يوم سعيد.